السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو سهل جدا وفيديو بسيط واكلة سهلة جدا جدا واقتصادية وبسيطة ومش هتكلفنا اي حاجة خالص ان شاء الله، زي ما بنسميها اكلات اخر الشهر. تعالوا بينا النهاردة نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما ابدأ الفيديو بفكركم، لو لسه بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا جدا، في مننا اللي يعرفها وفي من ناس ما تعرفهاش. النهاردة هنعمل أكلتنا صينية الحمص بالبيض أو البيض بالحمص زي ما معظمنا يعرفها. أكلة سهلة ومكوناتها بسيطة جدا ومش هتكلفك أي حاجة خالص. أنا كنت نسياها بس بصراحة الولاد فكروني بيها عشان كانوا عايزين ياكلوها. أنا معايا المكونات بتاعتي سهلة جدا، زي ما انتم شايفين ده الحمص بتاعي، اسمه حمص طبيخ، موجود في أي مكان هتلاقيه وسعره رخيص جدا جدا. زي ما قلت لكم هي أكلة اقتصادية. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ بنروح نغسل الحمص كويس وهنسلقه، هنحط مية بس وهنسلقه سلقة بسيطة جدا، مش هندوس عليه في السوا قوي. انا سلقت الحمص بتاعي اهو زي ما قلت لكم، ما سلقتوش سلقه كامله، سبت يعني في سنه كده لانه هيتحط كمان في الطماطم بتاعتنا وهيكمل سواه. تعالوا بينا بقى نبدا ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدا معانا تحضير الصينيه بتاعتنا. انا حاطه الصينيه بتاعتي على النار اهي، فيها معلقتين من السمنه او الزبده زي ما انت حابه، سبتها تسخن ونزلت عليها ببصلايه واحده بس مبشوره. هحط البصلايه دي، انا زي ما قلت لكم بصلايه مبشوره مش متقطعه. هبتدي ان انا اقلب البصل مع السمنه كده، هديها اللون الاصفر بس مش هحمرها، هصفرها بس زي ما انتم شايفين اهي، ده بقى لونها كده، مش هتك عليها اكتر من كده. هبتدي بقى انزل بالطماطم بتاعتنا. زي ما قلت لكم الصينيه دي مكوناتها سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص. نزلنا بالطماطم بتاعتنا اهي، هبتدي اقلب طبعا الطماطم مع البصل بالشكل ده كده. هقلبها تقليبه خفيفه كده وهبتدي احط بقى معاها بقى الحاجه بتاعتنا. هجيب الحمص اللي انا سلقته وهضيفه بقى كمان مع الطماطم علشان هيبتدي ياخد التسبيكه مع الطماطم بتاعتنا. هبتدي اصفيه طبعا من الميه لو في ميه مكان السلق، وهبتدي اقلبه تاني مع الطماطم شويه، وهحط معايا التوابل بتاعتنا، وهي مفيش يعني مش هحتاج اي توابل غير الملح والفلفل بس. هقلبه تقليبه بسيطه كده عشان خاطر يمتزج كويس مع الطماطم، وهبتدي بقى انزل معانا بالملح والفلفل طبعا حسب الرغبة، طبعا الملح المذاق بتاعك. حطيت الملح وهحط كمان معلقة صغيرة من الفلفل، انا المعالق اللي معايا صغيرة جدا فطبعا الكمية بتاعتها مناسبة. هقلب بقى التوابل بتاعتي كده مع الطماطم كويس، وهغطي الصينية بتاعتنا وهسيبها بقى على النار، يعني هبتدي اهدي عليها النار شوية مش هسيبها عالية قوي، لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك، وفي نفس الوقت مش عايزاها تنشف خالص، يعني انا مش هسبك الطماطم لدرجة انها تنشف معايا خالص. تمام، انا قلبتها تقليبة عشان التوابل تدوب في الطماطم. هبتدي بقى ان انا اوطي عليها النار وهغطيها واسيبها تتسبك مع نفسها. اكلتنا مش هتاخد معاكي وقت خالص، ما بتاخدش اكتر من نص ساعه بالظبط في تحضيرها بكل حاجه. انا غطيت عليها اهو وهسيبها بقى زي ما قلت لكم لحد ما تتسبك معايا الطماطم. رجعنا تاني بعد ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت، شايفين المنظر ده؟ انا عايزاها بالطريقه دي كده، مش هسيبها تنشف معايا. الخطوه اللي جايه ايه بقى؟ دي الخطوه بتاعت البيض. هبتدي ان انا اقصر البيض في الحمص. انا عملتها في صينيه، ليه مش في حله؟ علشان طبعا دي المفروض انها تتعمل في صينيه. تمام، هبتدي بقى ان انا اقصر البيض، هقربها بس مني شويه كده
وابتدي ان انا احط بقى، يعني احط البيض اللي يناسب العدد بتاعك. هتبتدي تنزلي بيه برصة كده دائرية علشان خاطر كل بيضة تاخد مكانها اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هكمل بقية البيض اللي معايا. انا زي ما شفتم انا حطيت بقية البيض اللي معايا بالشكل ده كده وحطيتها على النار تاني. هتبتدي بقى تاخد السوا حوالي 10 دقايق بالظبط وهنرجع على طول. انا يا دوب غطيتها ورجعت، يعني ما خدتش بالظبط يمكن 5 أو 7 دقايق على النار، وزي ما انتم شايفين كده هي استوت معايا خلاص. حابه ان انت تحطيها في الفرن اوكي، ممكن تحطيها في الفرن وتاخد معاكي الوش، بس انا بصراحه ما حطيتهاش في الفرن. وزي ما انتم شايفين هي استوت جدا وبقت تمام قوي، وابتديت ان انا اقسمها كده علشان خاطر افصل كل بيضه عن التانية اهو زي ما انتم شايفين. بجد والله العظيم كانت ريحتها تحفة جدا جدا، وكان طعمها مش قادرة اقول لكم على جماله. جربوها والله العظيم هتعجبكم، ولو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها ابدا ابدا. انا عندي فعلا بنحبها جدا، وولادي الصغيرين كمان هم اللي بيطلبوها مني. زي ما انتم شايفين اهي البيض استوى والحمص بقى اخد من الطماطم وكله خد من بعضه كده زي ما انتم شايفين اهي، وسواها حلو جدا وطعمها كان جميل جدا. وزي ما قلت لك لو حابه تحطيها في الفرن هتبقى كمان احلى، هتاخد الوش من فوق. يا رب النهارده يكون بقى الفيديو ده كنا فيديو خفيف زي الاكله بتاعتنا خفيفه، وتجربوه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.